لمة العيلة في رمضان يعني هي من أكتر الشهور رمضان لكل العائلات. العائلات بيحبوه جدا والأهالي بيحبوه جدا لأنه ببساطة بيقربنا كلنا من بعض، بيعوضنا عن باقي شهور السنة اللي ممكن الواحد فيها يبقى مشغول عن التاني بسبب بقى ظروف شغله وحياته. في فقرتنا النهاردة هنتعرف إزاي ممكن نستغل شهر رمضان ونعيد مرة أخرى لم شمل الأسرة، لكن خلي بالكم مع الاحتفاظ بإيه بالإجراءات الاحترازية. ضيفتنا النهارده هي صابرين جابر، استشاري العلاقات الاسريه. اهلا بيكي يا صابرين. اهلا بيكي، ازي حضرتك؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه وبصحه وسلامه. ويعني اكيد في اسر كتير بتستنى الشهر ده علشان يشوفوا بعض، علشان يبقى يعني طبعا من خلال العزومات، حتى بالرغم من التباعد الاجتماعي زي ما بنقول، الا اننا بنحاول اننا نلم بعض حتى لو في مكان مفتوح، أعداد صغيرة صغيرة، لكن على الأقل نشوف بعض طول الوقت. نعملها إزاي في شهر رمضان؟ أولا كل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وكل مصر بخير والأمة العربية كلها بخير، وشهر يبقى كريم علينا كلنا إن شاء الله بإذن الله. أولا الشهر ده احنا كلنا بنستناه من السنة للسنة، بيبقى مختلف عن باقي الشهور، في نفحات كده، وفي تحسي بيبقى هو عبارة عن مسك كده يعني في طول السنة. خلينا متفقين برضو ان الشهر ده يمكن نقدر ان احنا نستغله في حاجات كتيرة. يمكن احنا عندنا معظم الاسر او يعني ممكن وانا بقولها كده ان انا حزينة قد ايه ان احنا كلنا ان احنا في تباعد ما بيننا، بقينا عايشين يمكن في جزر منعزلة. جزر منعزلة انا مسميها زي ما انت بتقولي كده، فعلا هي جزر منعزلة، كل واحد في عالم افتراضي لوحده، اللي في شغله واللي ويمكن كمان الأجهزة الحديثة والإلكترونية، والشباب اللي بقينا خلاص هو بقى مدمن حاجة اسمها موبايل، بقى منعزل تماما ماسك الموبايل طول الوقت. فده فرصة حلوة جدا وكبيرة جدا ان احنا نلم بقى شمل العيلة تاني، ومن اجيال لاجيال، يعني من اول الاطفال لحد فترة المراهقة، الشباب، الامهات والاباء والاجداد، فتحس ان هي جيل مختلف تماما، بس بنلم العيلة كلها. ازاي نعمل كده؟ اكيد ان احنا كلنا بنجتمع على حاجه واحده اللي هو وقت الفطار ووقت السحور، وده مناسب جدا في ان احنا قد ايه ان احنا نقرب من بعض. طب قبل ما نعمل ده احنا ازاي اصلا نستعد للشهر ده؟ ازاي اصلا نبتدي الشهر ده واحنا مستعدين ليه؟ سواء كان نفسيا، سواء كان دينيا، روحانيا. فهنلاقي ان مثلا نفسيا ان انت بتاهلي اهل بيتك، سواء الأب أو الأم بيأهلوا أهل بيتهم، سواء الأطفال، إن هم يعلموهم يعني إيه شهر رمضان. يعني إيه إن أنا أصوم ده من هم صغيرين بقى. طبعًا إحنا نبتدي بقى من الأول خالص، إن الأطفال إزاي إن أنا أقول لهم يعني إيه شهر رمضان، إن هو مش بس إن أنا هصوم عن الأكل والشرب، لا أنا هصوم عن كمان إن إزاي يكون لساني يبقى حلو، إزاي إن أنا أصوم عن كذب، ويعني بعض الصفات اللي ممكن الأخلاقية قد تكون موجودة، يعني ممكن فلتة منهم، بس في الشهر ده بنكون حريصين جدا إن إحنا قد إيه إن إحنا نأدي الفروض كلها على أكمل وجه. ده بالنسبة للأطفال، ونحاول كمان إنها نبقى بنؤديها مع بعض، بنؤديها مع بعض. يعني أنا لما يشوفوني بصلي، يعني أنا دي حاجة أساسية جدا، أنا الأب والأم لما يتشاف إن هو بيصلي أو بيصوم فهو بيكبر على كده. هو أنت كده بتعلميه بشكل مش 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 مباشر، لا بطريق غير مباشر. أنا بصلي، أنا شايفني إن أنا ما بكذبش، أنا شايفني إن أنا بصلي، أنا شايفني إن أنا ما بنافقش، فكل الصفات دي هو شايفني إن أنا أقدر أعملها. دخول البهجة والسرور في الشهر ده، قد إيه إن إحنا نحتفل بيه، في إن أنا تعالوا نزين البيت، تعالوا نحط فوانيس رمضان، تعالوا قد إيه إن إحنا ممكن نعمل بطاقات معايدة لأصحابنا ولقرايبنا، وإن إحنا قد إيه إن إحنا ممكن نبعتها ليهم ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. ده هيخلي فيه صلة ود ورحمة، وهو أصلا ده الشهر إيه؟ صلة ود ورحمة ومغفرة. فكل الصفات الحلوة دي لازم إن إحنا ننميها لأطفالنا. طيب دلوقتي بقى عندي سؤال، يعني الأسرة نفسها، في أسر كتير بتبقى مش عايزة أقول مفككة، ولكن عندها مشاكل، زي يعني في كتير كلنا عندنا مشاكل، لكن لما نيجي نقول بقى فايدة إننا نحرص على الإفطار مع بعض والسحور مع بعض،
حتى لو حد عايز يخرج يخرج في النص ويرجع تاني. عندنا ايه زي مواعيد ثابته يعني. ده ممكن نستفيد منه بايه او قد ايه في رمضان لحل المشاكل الاسريه، سواء كانت ما بين الاب والام، وفي احيان بيبقى مشاكل ما بين الولاد والاب او الولاد والام، بيبقى في بعض المطبات الاسريه. انت عارفه ان التجمع ده بيحد من حاجات كتيره جدا. طب لو خليناها بالنسبه للاطفال، وهقول لك بعد كده بالنسبه للشباب. لو بالنسبه للاطفال، هي بتحد التجمع ده، هو بيحد مثلا من ان انت عدم زياده الوزن للاطفال. يا سلام. طبعا، لانك انت عارفه هو بياكل ايه، وانت اللي بتحضري الاكل الصحي بالنسبه له. انت قادره ان انت الاضطرابات النفسيه والاضطرابات للاطفال الهضميه وللطعام هو بيحد منها، لان انت اللي قادره، مش سايباه ان هو ياكل هو براحته. لا، والواحد لما بياكل لوحده صابرين برضو، خلي بالك بناكل بسرعه واحنا مش مركزين، لكن لو بناكل مع بعض نتكلم في لغة حوار، باباكي بيقول حاجة، مامتك بتقول حاجة، ابنك بيقول حاجة، بنتك بتقول حاجة، فبتفضلي يعني الموضوع مش أكل مش بس. مش أكل بس. فشفتي احنا وصلنا لإيه؟ لا، هو بيعمل فعلا كده وبيساعد على كده جدا. طب تعالي نقول للمراهقين والشباب، بيحد من نسبة الاكتئاب بنسبة كبيرة جدا، لأنك أنت مش معزولة عن أسرتك. لا، والانتحار بيحد من نسبة الدخول في مشاكل الإدمان والمخدرات، لأنك أنت من 10 لـ20% النسبة دي بتقل عشان أنت بس اتجمعتي معي. على فكرة ده برضو يفكرني بحاجة. إحنا يعني من زمان مع أهالينا كان ميعاد الغدا ده شيء مقدس، اللي يتأخر عن ميعاد ده لازم يبقى عنده يا امتحان آخر السنة، عارفة، يعني عنده العربية عطلت، حاجات كده يعني شيء مقدس قهرية يعني. دلوقتي بحكم التطور برضو، ماما راجعة الساعة كذا، بابا راجع الساعة كذا، كل واحد الولاد لسه في الجامعة، الولاد لسه في المدرسة، وكل اللي يجوع ياكل، يعني مفيش اللي هو ايه الميعاد المتفق عليه. هل ده ممكن يكون سبب برضو من الاسباب اللي بنلاقي فيها المشكلات الاجتماعيه زادت؟ طبعا طبعا. انت مش عارفه اولادك هما بيفكروا في ايه. فرصه كبيره جدا ان انت تتحاوري مع اولادك في الوقت ده. انت فرصه ان انت طول السنه غير مباشر، طول السنه سايباهم، طول السنه انت مش عارفه هما بيخططوا في ايه، في تطورات سيكولوجيه ونفسيه هما مروا بيها خلال السنه، انت ممكن ما تكونيش عارفاها بحكم شغلك وبحكم التطورات اللي انت لسه قايله عليها. لكن الشهر ده انا ما بقولش هنسيبه لسه، عذر بقى. بس خلاص بقى، احنا الشهر ده يمكن نقدر ان احنا نعمل فيه حاجات كتيره، ما فيهوش زي عذر زي ما حضرتك. لا، لان اخيرا عندنا ميعاد محدد احنا ملتزمين بيه. فهتلاقيكي ان انت بتتكلمي معاه، بتشوفي هو بيفكر ازاي، بتشوفي هو وصل لايه، مثلا ممكن عنده افكار ايه، عنده مشاكل ايه، فبتحاولي ان انت تحليها معاه. زي برضو ما بنقول ان ممكن في الشهر ده ان احنا قد ايه ان احنا نعمل بقى تجمعات. التجمعات دي هتخلي مع الاجراءات الاحترازيه جدا. انا مع جدا جدا ان احنا لازم نلتزم بالاجراءات الاحترازيه، ولكن لازم التجمع، لان هو ده اللي يعني ده الشهر الوحيد اللي انت بتقدري ان انت تعملي فيه ود، لان الشهر ده اصلا هو ده التجمع والود وتبادل الزيارات. حاجه كمان، ان الشهر ده ان انت تقدري فيه ان انت تحسي قد ايه على الوازع الديني بقى، ان انت قد ايه القران من ربنا. طبعا قد ايه القران لازم ان انا مثلا التزم في ان انا احاول ان انا اخلص القران في الشهر ده، وان انا ابقى حريص جدا اعمل كده واعمل بيه. يعني انا مش بقرا بس وبقرا مش بس القران، مش بتعملي بيه بس، لا ده انت تدبري تفهمي اصلا بتقري ايه الاول. يعني مش بتقري كده يعني، لا. الحفاظ على الصلاة والتراويح، ودي نفحات يمكن دينية يمكن في الشهر ده ما بتتكررش. عشان ما بتتكررش فالواحد لازم يبقى حريص ان هو يعملها. صحيح. طيب ازاي بقى يعني على مستوى الأسرة، خلينا نسيب العيال دلوقتي على جنب ونتكلم على الأب والأم. هل ممكن بيت فيه خلافات زوجية، الخلافات دي شهر رمضان يبقى فرصة لحلها؟ طبعا. احنا بنقول الشهر ده ايه، مغفرة شهر رحمة، لما ربنا سبحانه وتعالى هو أصلا منزل لنا الشهر ده عشان كده. تيجي أنت كعبد بقى أن أنت مش قادر أن أنت تعمل كده، لأ،
احنا قادرين ان احنا نعمل كده، وقادرين ان احنا نحل المشاكل دي، وقادرين ان احنا نسامح بعض. ما احنا الشهر ده شهر تسامح. قد ايه ان انت ممكن لو عندك خلاف، سواء بقى زوج وزوجه او حتى اخوات او حتى اقارب مع بعض، فانت بتحاولي ان انت في الشهر ده ارفع سماعه التليفون واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، خلاص خلصت خلاص. انت الشهر ده لازم ان انت في بدايته كده لازم اتصالات التليفونيه، حاجات كتيره قربت. حتى لو انت في طبعا زي كورونا والاجراءات الاحترازيه، في ابلكيشن كتير نزل ان انت تقدري ان انت تعملي فيديو كول، وان انت قد ايه ان انت ممكن تقربي من الاجداد والامهات والاباء مع جيل تاني. فانت كل ده انت تقدري تعمليه في الشهر ده مع التطور. يعني قد ايه التطور ممكن يكون فيه سلبيات، لكن في نفس الوقت فيه ايجابيات تانيه. انا عايزه اتكلم مش دينيا بس، لا انا عايزه اتكلم على ان موضوع ان احنا بنقعد مع بعض كتير في شهر رمضان ممكن يحل خلافات زوجيه. يعني مش معناها انك تغفري مثلا لزوجك حاجه او هو يسامحك على حاجه، لا، انك في تواصل، في كان خرز زوجي، ما انت في فتره كده بيجي عليكي خرز زوجي طول السنه، هو بيشتغل وانت بتشتغلي، في مشاكل زي ما انت قلتي، لكن الشهر ده بيجمعكم في بيت واحد، في اسره واحده، في مائده واحده، بنتفرج على تلفزيون، كل ده ان انت هتخليكي في قرب شويه، في قرب من بعض شويه. يعني بدل ما كان في خرز زوجي وان احنا ما بنتكلمش، لا، على فكره الشهر ده كمان تحسي ان انت بتكوني متسامحه مع نفسك ومتصالحه مع نفسك، فهتلاقيكي نفسك يعني ان انت قادره ان انت تتقبلي الشخص الاخر اللي انت اصلا كان في خلاف معاه او في مشكله معاه، انت قادره ان انت تتقبلي معاه، انت قادره ان انت تعملي حوار معاه وتتكلمي وتتناقشوا في المشاكل اللي انتوا كنتوا بتتعرضوا فيها خلال السنه، وممكن ان انتوا تحلوها في الشهر ده. صابرين بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا النهارده. صابرين جابر، استشاري العلاقات الاسريه، ومره ثانيه كل سنه وانت طيبه. مبسوطه جدا ان انا كنت طيبة. يا رب دايما رمضان يبقى شهر السعاده واجتماع الاسره يا باذن الله. يعني كل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة بصحة وسلامة. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا لليوم في ست الستات، خليكم معانا.